في إطار سعي بلدية جمينة بالتعاون مع الجمعيات المدنية في تحسين المرافق التعليمية، ترأست عمدة البلدية مريم جمعي بيت الانطلاقة الرسمية لمشروع بناء وترميم دورات المياه بالمؤسسات التعليمية العامة بمدينة جمينة، وذلك بمبادرة من جمعية العمل لدعم التنمية المستدامة. المناسبة جرت بمقر البلدية وبحضور مندوب الحكومة لدى بلدية جمينة الدقو يعقوب. تفاصيل هذا الخبر للزميل محمد حسنات. بمبادرة من جمعية العمل لدعم التنمية المستدامة أبروديف، جاءت مناسبة الانطلاقة الرسمية لمشروع بناء وترميم دورات المياه بالمؤسسات التعليمية العامة بمدينة جمينة، وذلك بحضور مندوب الحكومة لدى مدينة جمينة الدقو يعقوبة وعمدة بلدية جمينة مريم جمع عباد، وأن هذا المشروع يهدف إلى الاهتمام بالنظافة في الوسط المدرسي وخلق فرص عمل لأكثر من 500 عامل، وستستمر نشاطات المشروع لمدة عامين، كما أن الميزانية التسييرية قدرت ب 665 مليون فرنك سيفا. عمدة بلدية جمينة من ناحيتها أشادت بهذه البادرة التي توافق مع سياسة البلدية الخاصة بالنظافة ومكافحة الأمراض التي تسببها الأوساخ والمياه الملوثة. الأسوسياسيون جات لنا وقال لنا هي عندها خبرة في الشيء ده، وأنتنا مشروع هنا خدمة هنا أسن سما في الليسيات هنا نجمينا، وأننا قلنا مرحب بهم، واليوم جينا معاهم سوا ولانسي الحملة دي. ونشير إلى أن هذا المشروع سيتم تمويله من قبل بلدية جمينة وبعد تأمين الشركاء الفنيين والمانيين وسفارات الدول الصديقة.